القهوي اخبن يا معلم. طب ان شاء الله. طب ليه معودك ارفع كده كبير يا عم؟ بقول لك مش هشوف خالص، شوف استمر في خالص. هنشوف يا جماعه ازاي تختار عود مناسب لصيد القرموط، صيد البلطي، صيد الحداف، اي صيد تختاروا ازاي العود يا جماعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة طالعين للقرموط. لما نركز يا جماعة على القرموط لأن هو الوحيد اللي بياكل من النهار دلوقتي، هو البلطي ريما، عشان كده مركز عليه. هنشوف يا جماعة ازاي تختار العود المناسب لصيد القرموط أو العود المناسب لصيد أي حاجة، عشان ما حدش يضحك عليك هوريك تختاره ازاي شكلا ومتانا. تابعونا يا رجالة. هنشوف يا جماعة ازاي تختار العود المناسب لصيد القرموط، صيد البلطي، صيد الحداف، أي صيد تختاره ازاي العود يا جماعة. اهم حاجه حاجتين، اهم حاجتين. الحاجه الاولانيه التشطيب بتاعه يبقى شكله حلو، يعني تشطيبه بتاعه شكله حلو، الفورنيه بتاعه يبقى جامد، تشطيب الدبل، الملمس يبقى ناعم يا جماعه، ميبقاش خشن. الخشن يبقى ايه؟ عود اي كلام، شعبي يعني، شعبي قوي كمان، لكن الناعم ده تمام التمام. طب انت مثلا هتشتري العود عشان شكله حلو؟ لا. تاني حاجه المتانه، اهم حاجه يعني المتان. بتيجي لما تيجي عايز تعرف العود جامد او ضعيف منين، العقله اللي بعد الفرنيه ده، العقله الطويله ده بتتك، بتيجي في نصها بالظبط وتتك عليه، لو نخت معاك تعرف ان العود ده اي كلام، سيبك منه على طول. طب انت كده عايز تعرف برضو تتاكد انه جامد، بتعمل ايه تاني؟ بتقوم جلام من العود خالص اهو، تمام يا جماعه، العود مقفول خالص اهو، بتيجي من ورا بتفك الكعب وتشوف سمك العقل. اهي يا رجاله، مش عارف هتبان هنا ولا لا. شوف يا جماعه سمك العقل هنا ده، مش باينه اهو يا رجاله. شوف تخانه العقل قد ايه، العقل اللي هي اللي جوه دي تخانه العقل اهي. شفت يا جماعه التخانه اهي، في عقل يعني فيها عيدان، تلاقي العقله بتاعته تخانته زي تخانه، يعني زي تخانه ورقه الكراسه بالظبط. شوف التخانه هنا عامله ازاي، هنا تخانه محترمه اهي يا رجاله. شوف العقله تخانتها قد ايه، العقله اهي اهي يا رجاله. شوف التخانه عامله ازاي، لازم التخانه تبقى العود يبقى تخانته ايه، يعني العقل تبقى تخانتها كبيره اهي. التخانه كده بنت معاكم اهي، دي تخانة العقل. لكن العقل لو لقيت العود مثلا تخانته زي ورقة الكراسة كده ما تاخدوش، لازم العود يبقى تخانته كبيرة عشان يبقى محمل معاك. يلا يا جماعة تابعونا، انا بحاول يا جماعة ان اجيب لك المعلومة وفي فيديو صيد، ما يبقاش فيديو بس واحد، الفيديو ما يكونش الفيديو لوحده معلومات، يبقى الفيديو معلومة مع الصيد. تابعونا يا شباب. ابو علي رجالة استفتح بحتة كبيرة، لم خيطك لم خيطك، نزل خيط لتحت، لم لم لم. على مهل، عايز ترفع ارفع بقى. اللهم صل على النبي، استفتحك ونافع يا ابو علي. ها شباب، ده الاستفتاح الاصطباح. بص لنا عشان اضاءة بس، حتة ما شاء الله. نور كده ابو علي في الوش عشان بس وشك يجي. شوفوا يا جماعة بقى قد ايه، السن جابه منين؟ شفته ايش. طب علي يلا خش على اللي بعده. عصف خد معاك على طول، تابعونا يا رجال. ايه ده عامل صغير؟ اجي ورا شويه. حاول استفتح معانا يا رجاله. ده كمان يا جماعه، ارفع يلا، عايز ترفع.
كبير ولا صغير؟ في ما شافش خالص صوت المره فين خالص. طب ليه معودك كده ارفع كده؟ كبير يا عم، بقول لك ما شافش في خالص. شوف السناره فق خالص اهي. اجيبه اجلتوش معاك؟ ايوه قلتوش معايا. طب ثواني دلوقتي هو يا جماعه كده مشفف، مش هينفع يطلعوا الواحد على عضو واحد ولا مفيش نازله ننزل له. هنعمل له بقى، هنجيبه قلتوش معاه. يا لهوي اخ فين يا معلم؟ ارفع بقى لما تقدر بقى، مفيش نزل. على مهل على مهل، ضاع يا جماعه. طب انا كنت جاي لك وهو لف بوظنا الدنيا، مالكش نصيب فيه. متعوضه متعوضه. يلا لازم يا جماعه يهدى الاول، يهدى معايا عبد الله عليه. لازم يا جماعه يهدى خالص عشان لما تيجي تطلعه ما يعرفش منك، بالذات في حته كبيره. شيل واكل الحيل العرس بتاعه. لا ده واكل يعني، ده التاني كان ما شافش في خالص. اطلع ساعة. اللهم صل على النبي. اهدى بس اهدى بس. صل على النبي يا رجالة. ماشي يا ابو علي. لازم يا جماعة، بص انا ما توصلش، لازم يا جماعة القرموط يهدى يطلع زي الالف. لو اتحرك وهو بيطلع يوم جواء. لو مشفف هيبقى قاطع منه، يقطع منك رمال، يقطع منك مكان ما هو واكل. تابعونا يا رجاله. رجاله خدت لكم حته اهو. على ملك يا نجم. يلا يا لعبك يا اس. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.